تعز واحدة من المدن التي تشهد تظاهرات حاشدة تطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. يقول شهود العيان إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين أمام مبنى حكومي وطاردتهم في المناطق السكنية، وكان الآلاف وأغلبهم من المعلمين والطلاب قد تجمعوا أمام مكتب التربية والتعليم بالمدينة للمطالبة بتحسين الرواتب وتأجيل امتحانات آخر العام الدراسي. بدأ الهجوم من كل اتجاهات في ساعة الاعتصام أمام مكتب التربية الساعة 5:30 بعد الفجر، والإصابات كذلك كانت عن طريق إطلاق النار على المعتصمين. وهنا في المستشفى الميداني استقبلنا ما لا يقل عن 12 حالة طلق ناري، كذلك إحدى الحالات هذه ترقد في إحدى المستشفيات الخاصة مصاب بطلق ناري في عينه والجبهة اليمنى من الرأس، وهو الآن في حالة موت سريري، هو أحد المعلمين كذلك. ويشهد اليمن حركة احتجاجية منذ 3 فبراير الماضي تنادي بتنحي الرئيس اليمني الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 30 سنة، وأدى التصدي بالقوة لهذه الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 150 وإصابة واعتقال الآلاف حتى الآن. وكان عبد الله صالح قد رفض التوقيع بصفته الرئاسية على مبادرة خليجية تنص على استقالته خلال 30 يوما ونقل صلاحياته إلى نائبه. واقترح صالح التوقيع على المبادرة بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الأمر الذي رفضته أحزاب المعارضة وأمهلت الرئيس اليمني حتى الغد للتوقيع على المبادرة، وإلا ستعمل على تصعيد الاحتجاجات المطالبة برحيله فورا. إسلام محي الدين، BBC.